هو رجال. معاكو عواد من برنامج أصل المثل، برنامجنا خفيف لطيف ولكن بنفس الوقت بفايدة مو مهم كثير، لأننا رح نرجع فيكم لأصول الأمثال العربية القديمة ونسولف لكم أصلها ومنين اجت، بناء على الاتصالات الهائلة اللي اجت على الحلقة الماضية وكلها ودها تعرف أصل المثل اللي يقول الباب اللي تجيك منه الريح سده واستريح. بعام 4 قبل الميلاد بقرية من قرى الشام كان في زلمة ختيار شايب وعايش بهالقرية. زلمة هذا كان محبوب وعرباننا يحبوه، وكان زلمة هذا حكيم يعني دكتور، وحكيم يعني فلسفجي بيسولف كثير. وفي إحدى ليالي عام 4 قبل الميلاد مات زلمة هذا، وفى الله يرحمه. وبعام 3 قبل الميلاد بلشت المسابقة، الكل ودي يصيد، الكل ودي يربح، الكل ودي يجيب أكبر عدد من الطيور. ما في غير لقوا واحد زلمة واحد صافن هيك قدام شجرة وبيده عصفور، اجوا عليه علامك يا شين، ليه ما ودك الصيد وبيدك انت عصفور وقدامك 10 عشجرة. وعملوا معه مقابلات وسووا أفلام وثائقية وطلعوا ديفيديات، وراها طلع المثل اللي يقول الباب اللي تجيك منه الريح سده واستريح. يا صديقي هات شيف العاد، مزلمة هذا طلع نجار ما صدق متى خلص المهرجان وقص شجرة وفتح محل بواب وطلع شعار الحملة تبعته الباب اللي تجيك منه الريح سده واستريح، وصار من أقوى تجار أبواب الشام وضواحيها. والله مسيكم بالخير.